السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام، حياك الله أستاذ ناصر، وأرحب بك وبالمشاهدين في قناتكم الموقرة. الله يبارك فيك، أهلا بشيخ ناصر، تقبل الله منا ومنكم. أنتم في مجلس الإدارة يعني بالمهمة الإشرافية والتخطيط للجمعية، كيف تنظرون لأعمال المكتب الميدانية؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياك ومن يشاهد تقائل من النار في هذا الشهر المبارك يا رب، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين الحائزين على أجر الصيام وليلة القدر. أما بالنسبة للسؤال، فنحن في مجلس الإدارة ننظر إلى الأعمال الدعوية والإرشادية التي يقدمها الأخوة في الميدان بكل تقدير وعرفان، وأيضا بدعاء بمزيد من النجاحات بإذنه تبارك وتعالى. ثم إن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات يعني بالظهران مسمها كما تعلم، هذا هو المسمى، وهناك الكثير مع الأسف يظن أن هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات المماثلة تعمل من أجل الجاليات من غير الناطقين بالعربية فقط. طبعا هذا مجانب للصواب، فالجمعية بضاعتها معروفة، ألا وهي الدعوة إلى الله عز وجل. الحمد لله، وأكرم بها من بضاعة. صدق، كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طبعا الفئة المستهدفة من عمل الجمعية الجميع دون استثناء، ليست القضية متعلقة بالجاليات فقط كما هو واضح من المسمى. ما هو المسمى؟ جمعية الدعوة. إذن هناك دعوة لبني جنسنا من المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات، كل أولئك الذين يتحدثون بالعربية الدعوة تقدم لهم من خلال مناشق المكتب. رائع. أيضا هناك إرشاد، أيضا هذا للجميع، ليس لأحد يعني معين، وإنما هو للجميع. فنحن لا ندعي الكمال لهذا المجتمع الذي نعيش فيه، فهناك قصور في العبادات والأخلاق والمعاملات وغير ذلك، وكلنا في الواقع يحتاج إلى الإرشاد وإلى المتخصصين في كافة المجالات. الذكرى. ثم هناك أخي ناصر، هناك توعية الجاليات كما هو في المسمى. وكما تعلم أن هناك كم من الجاليات هنا في المملكة، وبعضهم من غير المسلمين وهم كثر. ولا يخفاك أن أمثال هؤلاء يتأثرون بالدعوة والقدوة والأخلاق الفاضلة. صدق. وهناك دعوة توجه للنخبة أيضا، مع الاحترام لجميع الفئات، ولكن بالتجربة بل من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أنه إذا أسلم الوجيه تأثر به الناس يعني تأثيرا بالغا. وعلى كل حال، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم هؤلاء يعني يرجعون دعاة إلى بلدانهم، ناشرين للخير، للعقيدة الصافية، للمنهج السلفي المعتدل، لمنهج الصحابة، وفق ما رأوه من معاملة جليلة في هذه البلاد، فيكونوا دعاة خير في تلك البلاد. باقي لك شيء في هذا المحور؟ والله أبدا، هو في الواقع يعني نحن عندما نتكلم عن الدعوة والإرشاد يعني للجميع كما ذكرت دون استثناء، فنحن نساهم كما ذكرت في ترسيخ العقيدة، في بناء الرجل، في بناء الإنسان الشخصية، في بناء الشخصية أحسنت، بل أيضا في ترسيخ يعني الأمن والإيمان، لأنه بالعقيدة في الواقع التي ترسخ في النفوس يكون الأمن ولله الحمد، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم نعم، احنا استمعنا يعني الاعمال المكتب، يعني ما شاء الله مع هذه المنجزات اكيد في شركاء نجاح، لو تحدثنا عنه. اي نعم، طبعا شركاء النجاح كثر في الواقع، واقول يا لسعادتهم والله، لانهم يشاركون في الدعوة الى الله عز وجل. يعني استاذ ناصر، انت تسال عن شركاء النجاح، انت من شركائنا في النجاح. اتشرف والله. لا، هذا صحيح صراحة، وأقول أيضا قنوات المجد كذلك، الإدارة التنفيذية الذين يعملون في الميدان رجالا ونساء، لا شك أنهم من شركاء وأساس في هذا النجاح. أيضا من ورائهم مجلس الإدارة وجميع الداعمين، يعني مؤسسات وأفراد، كل أولئك لا شك أنهم من شركاء النجاح. أيضا هناك فئة في الواقع من المتطوعين لهم دور بارز، مع الأسف أن هذه الفئة تنسى في بعض الأحيان. يعني هؤلاء الذين تطوعوا ينطلقون من قوله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله. والتطوع أستاذ ناصر قدوتنا فيه من؟ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
هو بذاته ونفسه قد تطوع وحث الناس على التطوع. نعم الرسول تطوع في أشياء كثيرة، والأنبياء من قبله موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خير فقير، نعم، نعم. أحسنت. فأقول تطوع وكان يمشي في حاجة الناس، ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا أو كما قال. فأقول هو تطوع بنفسه صلى الله عليه وسلم، صلى الله سواء في بناء المسجد، سواء في حفر الخندق، سواء في أشياء كثيرة. وأنت تعلم أن الصحابة عندما كانوا يرون الرسول بجلالة قدره وفي تطوعه ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. فلله الحمد والمنة نحن هنا في هذا المكتب ظفرنا بكم من هائل من ساعات التطوع في مناشط المكتب. نعم. يعني هناك فعاليات يقومون بها الإخوة في الميدان، فعاليات عامة، فعاليات طلابية، نسائية، أيام مفتوحة للجاليات قبل الوباء، نسأل المولى أن يرفع الوباء يا رب، إلى غير ذلك من المناشط. جميل. فمن تطوع على نهج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فله أيضا منا الشكر، وهو شريك لنا في النجاح، خير الناس أنفعهم للناس. نعم. رسالة أخيرة تختم بها شيخنا. والله إن كان هناك كم معنا من الوقت أستاذ ناصر حبيبي؟ 30 ثانية. الله أكبر. طيب أبشر. أقول إن كان هناك من كلمة في الواقع، يعني أود أن أذكر ما تميز به المكتب في الواقع منذ إنشائه سريعا. المكتب منذ البدايات اهتم بإنشاء القسم النسائي، وقدم هذا القسم في الواقع أشياء كثيرة يشكرون عليها. أيضا المكتب له تعامل مثمر. جميل. مع شركة أرامكو السعودية، لأننا في منطقة الظهران هناك الشركة تقع، وأيضا هناك الموظفون يقعون الذين يتبعون للشركة. فهناك برامج في الواقع نوعية نعمل بها مع الشركة لخدمة أبنائنا الطلاب وأيضا المنتسبين لهذه الشركة. أخيرا هناك أيضا مكتب، يعني الظهران يقوم على دورة متميزة في الواقع، قد تميز بها على مستوى المنطقة إن لم يكن على مستوى المملكة، ألا وهي دورات تقدم باللغة الإنجليزية. جميل. للدعوة إلى الله عز وجل، وتخرج ولله الحمد من هذه الدورات يعني أناس كثر ولله الحمد أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل. ويعني هناك في الواقع من القصص الكثير، لكن لا يتسع المقام هنا لذكر القصص، لكنه في الواقع كلنا في هذا المكتب ودعاة المكتب وأنا وأنت ما نحن إلا سبب واحد في الواقع لإسلام هؤلاء ودخولهم لدين الله عز وجل. وإلا فحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمه في مرض موته، أي عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، والحديث في الصحيحين. نعم. ولكن وكما قال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هناك هداية وهي من الله عز وجل، فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. آمين يا رب. وبعد الوباء بإذن الله نسعد بكم هنا في الاستوديو يعني وتشرفونا بإذن الله. شكرا شيخ حسين بامش موس.